نقب الآن على بعد ساعات من المصادقة ديال مجلس النواب على المسطرة المدنية بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يعني شنو هو الآن المعمول، شنو هو الجديد في هذا الملف ديال المسطرة المدنية؟ نعم، للأسف تقدمت حوالي 1161 تعديل اللي تقدمت في لجنة العدل والتشريع، ما تخداش منها شي حاجة اللي هي مهمة، مما يعني إصرار وزير العدل وإصرار الأغلبية على أنها تمرر المشروع بشكل اللي جابيه، رغم الخروقات، رغم المساس ديالو بنص وروح الدستور، رغم المس ديالو بحق المواطنين في الولوج للعدالة. بالنسبة لنا احنا كقطاع والمحامين بشكل عام، المطلب الأساسي ديالنا هو توسيع اختصاص مجال عمل المحامين. هذا هو الأساس اللي ممكن يحل بزاف ديال الإشكالات، منها هذا يعني الأفواج الكثيرة التي تليج، ولكن عوض ما نوسعوا المجال تنضيقوا فيه. لهذا المطلب ديالنا الأساسي اليوم هو جعل الولوج المستني للعدالة المدخل ديالو هو المحامي، هو جعل الدخول إلى المحكمة والولوج إلى العدالة لا يكون إلا عن طريق المحامي، باعتبار سيساهم في توسيع الاختصاص، ولكن سيساهم في تجويد أيضا عملية التقاضي. لهذا فبالنسبة لنا المطلب الأساسي اليوم هو جعل الولوج إلى المحكمة بشكل مطلق لا يتم إلا عن طريق المحامين. إذا ما كانش هذا المطلب هذا، فإننا نطالب بسحب هذا المشروع من المناقشة.